شوف المركز المالي الان للفرق هتسمع كلمه الان وحنرددوها وحترجع عليها تو شيت مذكرتين من الديون. هنشوف هل الله يمس الديون كيف يصنف الاثاث، كيف يصنف المتجول الاخر، كيف توزيع المحفظه، كيف تكون نهايات 21 بدايات سنه 22 قبل مشروع التوقيف. اشتغلت الاجتماع اللي فات اللي كان في الخميس يوم 6 انا بنفس الطريقه المعيار اللي يتكون شنو ياثر عليه فيه الجداول حنستعرضوا مع بعضنا ونسترشدوا به ونشتغلوا بناء بنفس الموجود بنفس الاشكال زي ما حتى مختلفه عن اللي فاتت. ذات المخاطر دخلت حتى هي على الخط وبقوه. شوف عدد المناشير اللي طلعت المصرفيه المركزي وشوف كم فيها كلمه مخاطر. استغرقت بدايه السنه احكي عن مراجعين خليجيين. شو اشتغلت عليهم؟ كيف اصبحت الموضوع في التزاميه؟ هل في التزاميه فعليه خارج المتنازل؟ قوانينك المحليه الان اصبحت في كل العالم اصبحت غير تسعه. في جزء منها مكتوب فيه متطلبات عليها. في جزء كبير منها يقدر ان عندنا كم مصطلح موجود مثلا ننسوا الايفرس كود. من المعايير الدوليه لاعداد الاثار الماليه. هذه الايفرس لدينا نفس لدينا هنا فقط بعدين في آية مشاهد يبدو شنو طلعوا لنا نسخة جديدة بس محددة وسموا آية فارس يلغي الآية سي هذا عين مقطع عام للحسين تسمينا معايير الدولية في مشروع الله تسمينا معايير الدولية قصة آية فارس 9 لما طلعت كانت الماضي جيت بتقدر شنو الرقم بتاعك؟ البيت بتاعك، البيت مثلا يسوى 700، جاي السنة الجاية ما تجيب له 300 أعلى، وهو يسمى ثمنها يعطيك تعطيك 75000. فبالتالي أنا شنو؟ أنا محتار أكثر. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم محمد فوزي كرد، مستشار محلل مالي ونشط رئيس مجلس إدارة مصرف المتوسط. الهدف من إقامة ورشة العمل لتطبيقات معيار الدولي لإعداد تقارير مالية رقم 9 آيفرس 9 خصيصا لموظفي مصرف الوحدة كانت خطوة نتاج لتطبيق منشور مصرفي بمركزي بخصوص تطبيق معيار تجريبي الآن في قوائم مالية 31/12/2023 والتجريب الكامل لتطبيق الكامل في سنة 24. الهدف من الورشة اللي هو التعريف بالمعيار شنو مكوناتها كيف يتم قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة وشنو آثارها على أرباح المصارف وخصوصا بالمثال اللي هو مصرف الوحدة. هل تطبيق السؤال إن هل تطبيق المعايير الدولية أو معيار الدولي رقم 9 وشنو حيأثر على الخدمات المقدمة للجمهور الزبائن من خلال فروع مصرف الوحدة؟ نتيجة تبني المعيار الآيفرس 9 مصرف الوحدة يبدأ باحتساب قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة لجميع القروض والتسهيلات وللمحافظ وللاستثمارات اللي هو مستثمر فيهن وبالتالي حيدرس أكثر دراسة مخاطر الائتمان ومخاطر التشغيل ومخاطر السوق وبالتالي يصبح عنده قدرة أكثر وقدرة أكبر أنه هو يمنح الائتمان للمشاريع فعليا اللي يقدم قيمة حقيقية للمجتمع وبالتالي ينعكس على الأفراد وعلى زبائن البنك وعلى المجتمع بالكامل.